مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا في برنامج بادي تشالنج. مثل ما تابعتوا وشفتوا التمارين اللي باستخدام الوزن الجسم، وراح نكرر حق تمارين المرونه واللياقه مع كابتن محمد باقري، حياكم الله. عودة مجددة، حياكم الله معنا في برنامج بادي تشالنج، وتابعتونا في الحلقات اللي طافت وشفتوا التمارين المتنوعة المتخصصة في البادي ويت وأوزان الخفيفة اللي تقدر تمارسها في البيت، وأكيد مع الكابتن المتخصص في اللياقة البدنية كابتن محمد باقري. يعطيك العافية كابتن، قواك الله. لاحظت التمارين وايد ممتعة وحلوة، وأنا قاعد أتحمس إني أتمرن. واليوم عندنا أشوف الكرة في الميديسن بول. راح نسوي تمارين شنو كابتن؟ احنا راح نسوي تمارين حق منطقه المعده الفرنش ناس ما هم يسمونها، كذلك منطقه الخواصر مع استخدام الكره. احنا شفنا، انا قاعد احاول اجيب لكم معدات اللي هي سهله التخزين ويكون سهل استعمالها بالبيت. حلو، ما تحتاج منك لا تكلف تكلفه عشان تشتريها ولا مكان بالتخزين. ممتاز، سهل انك تستخدم فيها وتمرن وايد تمارين. صحيح، راح ننزل اليوم حق تمرين المعده. اي اساس نوضح لكم. مبدئيا راح تكون عندك هذه، طبعا الحركات هم راح ندش بالادفانس او ناس سهله. اوكي، في اول شرح، في حال ان انت كنت شخص مبتدئ تشوف ان نفسك للحين جديد على الرياضه، تقدر تسوي التمرين بوضعيه العاديه. تاكد ان ظهرك سيده ما يكون مقوس، الكتف ما يكون لقدام ولا وايد ورا، فاتح سيده. اي نعم، الايد قدامك تبي تسكرها جنب، مهم لك انا افضل ايد بهالوضعيه. تلف وترد مره ثانيه، تلف مرة ثانية. هذا مبتدئ من غير كرة. اي نعم، مبتدئ من غير كرة. اي نعم، مبتدئ تبي تضيف تحدي حقك، ارفع ريل واحدة فوق، يعني زدت الصعوبة. نعم، اذا كنت مبتدئ وبتزيد تحدي، مبتدئ وبتزيد تحدي اكثر من ريل واحدة، حط في واحدة فوق الثانية. يمين يسار. شوي مرحلة ادفانس، الريلين بعض كذي ادفانس الحين. نعم. اي نعم، طبعا بكل الحالات سواء كنت مبتدئ او ادفانس، تاكد ان بطنك شاد معك، لأن من يرخى البطن راح يصير اللود كله منطقة الظهر، وهذا شيء احنا ما نبيه. حلو. ادفانس وتبي شيء زيادة أكثر عليك، تقدر ندخل وياك الكرة. اي. يمين. طحن قاعد يصير. ايوه بالضبط، هذا هو. اي نعم. فهذا بالنسبة حق تمرين حق منطقة الخواصر، كذلك يفيد منطقة الظهر مالك، يقوي لك اياه. يعني. لكن لازم تتأكد إنك قاعد تمرق لك من غير لا تثني الظهر، يكون البطن أكتف معك. في ناس يمكن ما يدرون ان الظهر والجذع كله متصل مع بعض. كل ايوه. شكرا عليكم، شكرا على الاضافه حق المعلومه كابتن. بعد اذا ندش حق تمرين ثاني كرنش، ممكن انت تستخدم فيه الكره او من غير كره. راح نبلش حق المبتدئين من غير الكره. هذه وضعيه الريل، الجسم من هني تصعد، ترد تنزل، تصعد كثر على خير فوق، على على اخر شيء على. اوكي، تاكد اثناء الصعده ان ظهرك ما يكون مثني. أين؟ وان الريل تكون ثابته على الارض دائما، وممكن تستخدم تخلي احد معك يدوس على اطراف رجلك. ايوه، اساس لا تصعد الريل فوق. وايد حلو. والنزله مالتك تكون وايد بطيئه، تنزل على الراحه اساس لا تعور ظهرك. والنزله نفس ما قلنا بطيئه، والبطن يكون شاد عشان تحس بعضلات البطن معك. ممتاز. اوكي، بالنسبه حق الادفانس نفس التمرين. أين؟ لكن باستخدام الكره من وراء. طبعا تمد جسمك على خير ورا. أيوة. وترد وانت نازل، تفرز الجسم كامل. ممتاز، اتوقع شدت المعده الحين. اي نعم، انا قاعد احس فيك، حسيت انه بعدي. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. هذا بالنسبه طبعا حق التمرين. المعده نقدر نقول احنا كامله، قاعد تحرك المعده كامله. عضله المعده من العضلات المهمه واللي تحمي الظهر، فكل ما اقوي عضله المعده واتمرن التمارين الصحيحه اللي تقوي لي المعده ماتي، اللي تشيل اللود عن اخر الظهر وعن الركب. عشان كذي ما نهمل دائما تمرين المعده واهميته. بعض تمارين المعده تقدر تمارسها بالبيت او باي مكان، كذلك بالنادي. عندك تمرين البلانك من اهم وافضل التمارين حق المعده كلها، عندك تمرين التبادل بالريل، عندك تمرين الكرانش، وعندك
النص صعده. هذه من التمارين تقدر تمارسها وتقدر تشوف اكثر من خلال فيديوهات شنو في تمارين معده موجوده. اذا تبي تركز خصوصا حق الناس اللي بتركز اللي بتبي بروز عضله او تبي جانب معين تبي تركز على عضله معينه المعده من فوق العلويه نفس الشيء راح تكون نايم فيها ولكن صعده ما راح تكون كامله. الصعده راح تكون فقط ربع. اي نعم لين ترفع الكتف عن الارض. صرت تريح مره ثانيه. ممتاز. تكرار كابتن مثل ما قلت 10 الى 15 الى 20 مره. نعم بالضبط. تاكد من التمرين انه ما يكون في تنشن شاد رقبتك وايد. اي صح. عشان لا يصير اللود على رقبتك اكثر من عدتك، مكان الشد المعده فوق، ممكن تستخدم وياها ايدك. اي. لكن فقط تريح الرقبه، لا تسحب. ما تثني تحت. اي نعم، ودائما تكون وضعيه انت قاعد تطالع السقف او الشيء اللي قدامك فوق، حتى اثناء الصعده، لا تطالع قدام بين الريل طالع فوق. عشان تاكد ان رقبتك مرتاحه، لا تشد. ايوه عضلات تمام ترقب وياك. اوكي ممتاز. الحين راح ندش على تمارين المعده السفليه. السفليه وهذا الشيء المفضل عندي واكثر شيء احب اعدل فيه المتدربين عندي. اي ما شاء الله. الايد تحت. ليش تفضله كابتن شوي؟ لان احب اشوف المتدربين قاعد يتصارعون مع المعده فهذا من الاشياء اللي اشوف يتصارعون فيها. طبعا يعتبر تحدي. اي نعم الريل تكون ثابته بهالطريقه. دائما ثبت رقبتك تحت عشان لا تشد. دائما احنا عندنا وايد مهم موضوع شد الرقبه وايدك عشان تريح. ايدك هنا اخر الظهر. ايدكم بضعه اخر الظهر. ممتاز. تريح اخر الظهر. الريل ممدوده. من هالوضعيه اقدر اسوي اكثر من تمرين. تبادل مع بعض. وضعيه الكاري. ماشي. وضعيه البوش. واقدر اسوي سلسله دمج بينهم. اسوي 10 عدات او 5 عدات من كل تمرين. ولما اخلص تمارين كلها اخر شيء اسوي الهولد اللي هو انا فقط اثبت بالزاويه هذه. ما شاء الله. اوكي يعني 5 تمارين بس حق العضله السفليه. فقط حق العضله السفليه. اي نعم وحاضر الناس ما احنا نسميها الفي لاين. الفي لاين راح تستخدمها وايد تستفيدك فيها التمارين. تمام زين يعني. كابتن يعني ما شاء الله وايد ناس يشوفون هالتمارين يقول لك يلا انا الحين بسوي معده عشان بنزل الكرش. فتدري ان اكيد الكرش نعم. شيء والعضلات شيء ثاني. نعم انا قاعد. فشنو تنصح حق الشخص اللي الحين يبي ينزل الكرشه وبما ان احنا الصيف الحين نعم. لابد ان تدري الناس تبي تصير فت احسن. اول شيء بالنسبه حق موضوع اذا بتنزل الدهون اللي عندك انا ما راح اسميها كرش راح اسميها إيه؟ الدهون اللي عندك. رقم واحد لازم تتاكد من نظام التغذيه اللي عندك. أكيد. ممكن في حاله معينه تروح او تراجع اخصائي تغذيه معين عشان ينظم الاكل عندك. وكذلك لازم تراجع الشيء الاساسي لسبب السمنه هو قله الماء. انت لما تشرب ماء جسمك كله راح يتحرك راح يساعد في تحرك الدم عندك وبالتالي تقدر تحرق او بتقدر نشاط الجسم. لكن لما تكون الماء قليل عندك اغلب الناس اللي يكون عندهم سمنه او يكون عندهم شوي الوزن زايد غالبا بسبب قله شرب الماء. شرب الماء. نعم. فمثل ما قلت كابتن ان نشيك على التغذيه وهم شرب الماء بعدها نسوي التمارين المعده وان شاء الله الامور طيبه. تابعونا بعد الفاصل. التمرين الفلاني يشيل لك المعده، التمرين الفلاني خلي بطنك مقسم، التمرين الفلاني افضل تمرين لاذابه الدهون، هذه كلها اشياء مو موجوده. اذا كنت من الاشخاص اللي يعانون من سمنه او زياده بالوزن او منطقه الدهون او منطقه البطن عندك فيها دهون زياده، لازم تتاكد من تغذيتك ومن شربك للماء، مو تمرينك وهو اللي يخلي بروز العضله عندك، لما نتعدل التغذيه، تشرب ماء عدل وتنام عدل، اكيد راح تبرز العضلات عندك.